السيسي رئيسا لمصر. أنا اعتقادي الشخصي إن أنسب واحد لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة هو المشير عبد الفتاح السيسي. ليه؟ المشير عبد الفتاح السيسي أزال غمة كانت موجودة عندنا لمدة عام. الله أكبر. الله أكبر. رحل الإخوان. كان مصر كانت في طريقها للبيع. حلايب وشلاتين كانت في طريقها للبيع. كانت السودان هتاخد حلايب وشلاتين. وشفنا المشير لما طالع ويقول بيرفع صبعه ويقول حلايب وشلاتين سودانية بيعمل كده. مين غير المشير والعريان هم اللي قالوا هذا الكلام. المصريين قالوا لا، حلايب وشلاتين مصرية مصرية مصرية. مين بيقول ان احنا نقدر نفرط في جزء ولو قليل من سينا لأي ان احنا نقدر نفرط في جزء من سينا نديه لإسرائيل ولا نديه لحماس؟ حماس الفلسطيني. انا مش عاوز اربط بين حماس وفلسطين. ما شاء الله الفلسطينيين احنا وقفنا جنبهم من سنة 48، وقفنا جنب هذا الشعب لانه